هذه الوقفه جات على واحد عده نداءات ومراسلات وجلسات مع السلطه المحليه ولا مع المجلس الجماعي من اجل واحد الملف مطلبي كيهم سوق التلات كله، ولكن للاسف الشديد لا اذن صاغيه. واللي جات الطين بالله هو ما وقع مؤخرا نهار 30 غشت بالباب رقم 7 من احد اعوان واحد الصفقه اللي هي كتسمى صفقه السنك، اللي هي كنشكو في القانونيه ديالها، حيث ان دوك الاعوان السنك كيمنعوا التجار باش يدخلوا السلعه ديالهم للمحلات. وبعد اخذ ورد سمعنا الكثير من السب والشتم والتهديد، لدرجه ان هاد الاعوان كيهدوا باش يحرقوا هذا السوق اللي هو واحد المعلمه تاريخيه يشهد لها الجميع. ولهذا الاساس قمنا بهذه الوقفه، اولا لالغاء ديك الصفقه، وثانيا لتنفيذ المطلب القانون المطلب التنظيمي لسوق الثلاث اللي هو حق مشروع لنا. من هذا المنبر كنبغي نوجه واحد النداء لجلاله الملك نصر الله وعجل الله بشفائه من اجل التدخل لانصاف هذه الهيئه وهذا المرفق العمومي المعروف على الصعيد الوطني والافريقي والعالمي. السلم الاجتماعي الى جينا كلمه فلسفيه لها بزاف ديال التشعبات، ما يمكنش نحصروها في 5 ديال الدقائق اللي عندنا ولا 3 ديال الدقائق. الهامش الزمني ما غاديش يفسرها لنا، لان السلم الاجتماعي اللي دعا به سيدنا عجل الله بشفائه اولا الله ينصره، هو عدم ما تخليوش المواطن يجي حتى للاداره ويغوت على حقه، ما تخليوش يغوت، لا يكون انفلات امني، لا يكون انفلات اخلاقي. الدستور خول لنا وقفات احتجاجيه بدون ضوضاء وبدون مشاكل، كنشدوا عليه ترخيص من عند السلطه المحليه كيوافقوا لنا عليه. اذا حنا درنا جميع الخطوات ديال السلم الاجتماعي، كتبنا راسلنا، كتبنا على اثر الدوريات ديال السي عبد الوفي الفتيت، ما كاين اللي يسمع لنا، خرجنا نديروا اخر حق ديالنا مشروع ومازال النضال مستمر ان شاء الله. المطالب ديالنا هي تجويد المرفق الجماعي ديال سوق ثلاث كسيماين زكان، لان ما مر التجويد ما فيش مرافق صحيه، ما فيش مرافق طبيب، ما فيش امن، ما فيش مركز ديال الامن اللي عندنا تما ديال سميتو التباع، تفوت صاحبي تفوت الجمعيات اخرين على برا ديال السوق، ما عندها لا علاقه ولا جمال مع مع مع, مع سوق ثلاث. ثاني حاجه عندنا تصميم التهيئه الجديد اللي كيقول لك غندوزوا لكم الطريق سوق ثلاث جوج طرقان، شحال من محل بالله عليك، شحال غيجلس هذا التاجر؟ 500 ولا 600 محل حتى 1000 محل، غادي تمشي فين؟ غادي ياكل هذا رقبات العيش؟ صحابك غادي يجلس غدا غادي يوجهوا له فين يجلس؟ عنده خمس سنين طال 10 سنين وشوف وشوف. اذا هذا تفريقه ما يمكنش لنا نقبلوا. بغاو الطرقان مرحبا بهم يديروه السوتيران كما بغاو يديروه هنا، لان الطرقان هادو غادي ينجحوا لهم هذا 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 هاد المشروع ديالهم اللي غادي ينجحوا فقط، ما كيهزوش لهم التاجر. زائد نائل الصفقه احنا ما عندناش معاه مشكل، احنا عندنا مع المشكل مع المجلس، لانه هو صفقه مشروع دار معاه صفقه، ولكن في الاواخر عاودوا الصفقه وبلا خبر حتى شي فاعل جمعوي فين زكان ولا فاعل اقتصادي جمعوي في سوق ثلاث. ولكن اعطيني الماده اللي كتنسخ الماده 61 وغنمشيو بحالنا كاملين ومرحبا بمنصرك.